هو فارس من فرسان الكلمة، رائد من رواد التنوير في الثقافة المصرية. من منا ينسى أعماله وإبداعاته الصحفية وإبداعاته أيضا في مجال الرواية والقصة؟ اسم فخم جدا، إحسان عبد القدوس، هذا الرجل الساحر اللي قادر على إثارة الدهشة دائما رغم هذه السنوات على غيابه. رحل في حياتنا في عام 1990 في هذا الشهر، كان مولده في أول يوم من 1 يناير 1919. حياة استمرت 70 سنة مع الكلمة ومع الإبداع. طوال هذه الحياة كان منحاز للوطن في كل القضايا، مشتبك مع القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية. إحسان عبد القدوس اسم يستحق كل التقدير والتحية. السؤال اللي احنا بنسأله، ليه دايما بنفتكر إحسان عبد القدوس في عالم الأدب والرواية والكتابة وبننسى دوره الصحفي المهم جدا لما كان رئيس تحرير لروزا اليوسف وعنده 26 سنة وتنقل في مؤسسات صحفية مهمة جدا زي أخبار اليوم والأهرام؟ هل ظلم صحفيا؟ ده السؤال اللي هنسأله لضيفنا اللي معانا على الهواء، الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد الطهري، رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف. بنرحب بحضرتك وصباح الخير. صباح الخير على حضراتكم ويومكم جميل، وشكرا على الفقرة والمداخلة. أولا أستاذ أحمد، هل فعلا إحسان عبد القدوس ظلم صحفيا ككاتب صحفي لمسيرة طويلة جدا، وتم تصدير صورة إحسان عبد القدوس الكاتب والروائي والمبدع لترجمة أعمال كتيرة جدا، وحولت أعمال كتيرة من رواياته إلى أعمال سينمائية كلنا فاكرينها لغاية دلوقتي؟ لا، ما نقدرش نقول إن إحسان، الأستاذ إحسان عبد القدوس صحفيا على لأن ما يتتبع مسيرة الأستاذ إحسان عبد القدوس يجد أنه كان يكتسب بذكاء حاد، يعلم متى يسلط الأضواء عليه صحفيا ومتى يبعدها، ومتى يوجه كل مؤشراته نحو الإبداع الأدبي. الأستاذ إحسان عبد القدوس، إذا حضرتك بتسمح لي، هو مش قصة إن هو كان رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف في عمر صغير، لا، هو مؤسس مدرسة النقد السياسي في اليوسف. يعني إحسان عبد القدوس ما زالت السياسة التحريرية لروزا اليوسف رغم تعاقب أجيال وتعاقب أزمنة تدور في فلك المدرسة اللي أسسها الأستاذ إحسان عبد القدوس. إحسان عبد القدوس إحنا بنتكلم عن أكتر من ألم في شخص واحد. إحسان عبد القدوس قبل 1954، إحسان عبد القدوس بعد 1954. إحسان عبد القدوس قبل 1954 هو أهم صحفي في مصر، أكبر صحفي في مصر، صاحب أمن تحقيقات تاريخية سواء في حرب فلسطين أو في الفترة الملكية وحملة الأسلحة الفاسدة وكل هذه الأمور. إحسان عبد القدوس بعد 1954 إلى الأديب إحسان عبد القدوس كاتب القصة والرواية، وإن كان احتفظ برونقه في صناعة الصحافة، لأن ليه دور بالغ الآن في صناعة الصحافة سواء في مؤسسة روزا اليوسف أو في مؤسسة الأهرام. طبعا الخط الفاصل سنة 54 كان من 54 أقل إحسان عبد القدوس، لكن صناعة الصحافة إحسان هو بيطلق عليه أول مليونير في الصحافة، لأنه أول رئيس تحرير يوزع كتب في مصر. دي أول حاجة. إحسان قدر ان هو يأسس زي منهج رابط ما بينه وما بين مطلع عليه ايضا الاستاذ يوسف السريع. يوسف هو مسلم روزا اليوسف بعد تأمين الصحافه سنه 60، وكان استغل احسان عبد القدوس قرب الاستاذ يوسف من دوائر السرعة. معلش أستاذ أحمد، بستأذن حضرتك، يعني معلش بس ممكن بس تتحرك شوية عشان الصوت بيقطع شوية. كنا بنتكلم دور الصحفي كان مهم جدا في إعادة بناء المنظومة الثقافية بصياغات مشتركة مع الأستاذ يوسف السباعي، من بينها نادي القصة ومن بينها أمور كثيرة. إحسان في الأدب هو مازال حتى هذه اللحظة الكاتب الأكثر مبيعا، رغم إن إحنا بنتكلم في سنة 2024،
وبالتالي احنا بنتكلم على اسطوره صحفيه لها تركيبتها السياسيه الانسانيه الفريده، تتسم بنبل فريد. هذا النبل يمكن هو سر صدق احسان عبد القدوس، وصدق احسان عبد القدوس هو سر خلوده حتى اليوم. طيب استاذ احمد، الاستاذ عادل حموده قال ان الكاتب الكبير احسان عبد القدوس مارس الصحافه بموهبه الروايه وكتب الروايه بخبره السياسه. ازاي شايف التوصيف ده النهارده؟ لا، انا هنا اختلف مع الاستاذ الكبير عادل حموده، لان احسان عبد القدوس ولد صحفيا نابغا. ارشيف احسان عبد القدوس في الاربعينات يشهد على احسان عبد القدوس الصحفي بلغته الفريده ورؤيته الفريده ايضا. احسان عبد القدوس الاديب دخل احسان من باب الصحافه والسياسه للادب مش العكس. لكن اثروا في بعض اكيد بشكل او باخر. في الاخر ان هو منتج انساني واحد، والروايات قصص احسان عبد القدوس تبدو انها بسيطه وسلسه للغايه، لكنها منغمسه في تركيبه المجتمع وتحمل الكثير من الرسائل الانسانيه والسياسيه. لا، هو كمان انغمس في النفس البشريه مش بس في المجتمع والياته كمان. ده مؤكد، ده مؤكد، لانه ولكن وان كان عبوره على النفس البشريه مرور الكرام اذا جاز التعبير، يعني هو يختلف في مدرسته عن مدرسه الاستاذ يوسف ادريس مثلا. الاستاذ يوسف ادريس يتعمق بشده في النزاعات اللي بتعتري النفس البشريه، لكن الاستاذ احسان عبد القدوس بيرصد تغيرات البشر من تاثيرات المجتمع، من طبيعه التكوين، الطبيعه الطبقيه. هو كان مهتم جدا بالطبيعه الطبقيه وازاي تاثيرها على سلوك البشر في مختلف الروايات. استاذ احمد، يعني احسان عبد القدوس كان مبدع انسانيا كمان على المستوى الانساني، بشهادات من عاصروه كانوا رموز كبار في الكتابه والادب. يعني نجيب محفوظ تحدث بشكل مباشر وقال انه يعني كان صاحب فضل. يوسف ادريس قال انه اول مجموعه قصصيه اللي هي ارخص ليالي من شجعه لنشرها هو الكاتب احسان عبد القدوس، واسس ما يعرف بالكتاب الذهبي اللي هو فتح الباب والطريق امام كتاب كتير جدا. شايف هذا الابداع الانساني مع من نقول انه معاصروه او يعني منافسين ليه في الكتابه الابداعيه والروائيه، كيف كان يتعامل انسانيا مع محيط؟ لانه متحقق، لان احسان عبد القدوس يعني عندما بدا رحلته في الادب كان هو الاول في شارع الصحافه. ده غير ان مدرسه روزا اليوسف نفسها هي مدرسه منح الفرص. صحيح. استشهد روزا اليوسف في ظل وجود احسان عبد القدوس، منحت الفرص لاعظم الاسماء، منحت الفرصه للاستاذ احمد بهاء الدين، منحت الفرصه للاستاذ يوسف ادريس لكتابه القصيره لاول مره في حياته، منحت الفرصه للدكتور مصطفى محمود يعبر عن افكاره، منحت الفرصه لصلاح جاهين، منحت الفرصه لجيل من العظماء، عبد الرحمن اللي بيتكلم على طبيعه تكوين مرحله بشكل او باخر. ازاي المدرسة الصحفية الخاصة بإحسان عبد القدوس بتقدر ان انت تطبقها دلوقتي داخل مؤسسة روزا اليوسف مع اختلاف العصر واختلاف المهنة ومتطلباتها ودخول الصحافة الرقمية واللي ليها طبيعة خاصة اكيد؟ مدرسة إحسان عبد القدوس باختصار شديد هي مدرسة تبتعد كل البعد عن الرمادية في المواقف، أول حاجة وضوح الموقف. الامر الثاني ان انت ما بتخليش القارئ يتحمل عناء البحث عن مضمون موقفك او الرساله اللي انت بتقولها من التحقيق الصحفي. مدرسه معلومات، مدرسه تتسم بالصياغه الادبيه في الكتابه الصحفيه، مدرسه تتسم بحده النقد الشديد وفي نفس الوقت الاسف الجن في التناول، ولذلك بنقول ان هو اللي اسس مدرسه النقد السياسي في روسيا. استاذ احسان عبد القدوس يعني كاتب سياسي من طراز فريد،
وتنقل كمان أستاذ أحمد ما بين مدارس مختلفة، يعني البداية طبعا أو البيت الأول روزا اليوسف، ثم بعد ذلك كان رئيس تحرير في وقت من الأوقات ومجلس إدارة أخبار اليوم اللي بتمثل الصحافة الشعبية بعض الشيء، وفي نهاية حياته كان يعني أو رأس مجلس إدارة الأهرام لمدة عام واحد، وفضل لغاية آخر حياته بيكتب مقالات في الأهرام. التنقل ما بين هذه المدارس الصحفية المختلفة روزا اليوسف، أخبار اليوم، الأهرام، إلى أي مدى أفادت وأثرت تجربة إحسان عبد القدوس الصحفية؟ هو في الأصل كما تفضلت دكتور هو رجل صناعة، يعني يحكى يعني عند تأميم الصحافة سنة 60 أو قانون تنظيم الصحافة سنة 60، وكانت خلاص يعني الأنباء بتتداول عن قرب إصدار هذا القانون. أصر إحسان عبد القدوس في وقتها إنه يقوم بتحديث مطابع روزا اليوسف، وسافر لألمانيا وجاب مطابع ومعدات، عفوا جاب معدات وآلات حديثة للغاية، يمكن استمرت لحد التسعينات المعدات اللي جابها في أول الستينات، لأنه مؤمن بهذه الصناعة. مدرسة أخبار اليوم في الأصل جاءت، وحضرتك تدرك ذلك جيدا دكتور، في الاصل جاءت من احد مدرسه روزا اليوسف عندما ترك الاستاذ الكبير محمد التبعي روزا اليوسف واصطحب معه الاخوين علي امين، ورحل معهم ايضا الاستاذ محمد حسنين هيكل. احنا بنتكلم على سنه 1933 وفيما بعد، وبالتالي الامور ليست بعيده، لكن هو الرجل في الاساس رجل صناعه، رجل حالم، رجل يبحث دائما عن التطوير. روزا اليوسف النهارده يعني مجال، احنا دايما الاسر او البيوت المصريه مرتبطه بروزا اليوسف انها بتقدم صحافه مختلفه، صحافه بتدخل في الاماكن او المساحات المسكوت عنها في بعض الاحيان. روزا اليوسف النهارده مختلفه في ثوب جديد، مجله يعني روزا اليوسف بتقدم كمان أصوات مختلفة. كلمنا عن الفترة الحالية لروزا اليوسف، وإزاي في ظل المنافسة الشديدة جدا قادرة تحجز لها مكان في شارع الصحافة. أولا بشكر جدا على السؤال. روزا اليوسف أول حاجة استوعبنا العصر اللي احنا موجودين فيه، وبالتالي المجلة الأسبوعية عدد من الملفات والتحقيقات اللي تم تناولها بعمق شديد، لا تبحث عن الخبر العاجل، نقطة الخبر العاجل يعني اصبح على قناة السوشيال ميديا اذا كان التعبير، في نفس الوقت بنفس ملامح مدرستها في الفرقة في تناول زاوية وأبعاد مختلفة للرؤية، وبالتالي تحترم قارئ روزا اليوسف. طيب أستاذ أحمد، ما ينفعش نتكلم عن الكاتب الكبير والصحفي إحسان عبد القدوس من غير ما نتكلم إن هو كان نصير للمرأة، وإزاي إن هي تاخد حقوقها والمساواة وحرية الاختيار. ده ظهر في كتاباته وظهر في رواياته واتجسدت في الأعمال السينمائية المختلفة. إزاي المدرسة دي قدرت روزا اليوسف تنميها وتفضل إن هي دايما تشجع المرأة المصرية للمزيد من الإنجاز والمزيد من المناصب والمزيد من المساواة؟ أولا الأستاذ إحسان زي ما حضرتك تفضلتي هو في الأصل منتج إنساني وإبداعي أسهم في تكوينه إلى حد بعيد جدا امرأة قوية للغاية، وهي السيدة فاطمة اليوسف أو السيدة روزا اليوسف. هذا بعد. البعد الآخر ويمكن يغفل الكثيرين دور زوجة إحسان عبد القدوس في حياته السيدة لاحظ المهني أو الأولى كما كان يلقبها في بناء هذا الرجل العظيم. يعني هي يمكن أسطورة إحسان عبد القدوس ما كانت لتتحقق لولا وجود هذه السيدة في حياته، وهو دايما كان يعترف بده، ويمكن في آخر سنوات عمره كان اعتماده بشكل رئيسي على زوجته. وراء كل رجل عظيم امرأة. صحيح. بنشكر حضرتك الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد الطهري رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف على هذه المداخلة.